مجلس إدارة اتحاد الكرة وافق على مشاركة منتخب مصر الأولمبي في بطولة دبي الودية اللي هتقام في الإمارات العربية المتحدة، ويشارك فيها المنتخبات الأولمبية لكل من السعودية وقطر والإمارات. الاتحاد السكندري واصل عروضه القوية الموسم ده بعد الفوز على فاركو 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد الإسكندرية ضمن الجولة 10 لمسابقة الدوري المصري، ليرتفع رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد فاركو عند 5 نقاط في المركز الأخير للمسابقة. لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة أعلنت طاقم حكام مباريات الجولة 10 من عمر مسابقة الدوري، وهيدير مباراة سموحة وطلائع الجيش حمادة القلاوي حكما للساحة، ويعاونه كل من محمود عبد السميح وحسن رمضان وإبراهيم محمد كحكم رابع، بينما مباراة زد اف سي والداخلية هيديرها السيد شعبان حكما للساحة، ويعاونه كل من محمد عزازي وأحمد رشدي ومصطفى الشهدي كحكم رابع. فريق الكرة بالأهلي أنهى ميرانو الجماعي استعداداً لمواجهة فيوتشر في نهائي بطولة كأس السوبر المصري، وده بدأ الميران بمحاضرة نظرية لمارسيل كولر المدير الفني للفريق اللي شرح خلالها للاعبين بعض الأمور الخططية، وطلب كولر من اللاعبين التركيز في المباراة وبذل قصارى جهدهم من أجل الفوز وإسعاد الجماهير. منتخب مصر لكرة السلة رجال فاز على المنتخب الإماراتي بنتيجة 94-46 بافتتاح البطولة العربية لمنتخبات السلة في نسختها 25 واللي بتقام في مصر وهتختتم يوم 3 يناير المقبل. ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر تاني مواجهاته في دور المجموعات بالبطولة العربية لكرة السلة النهاردة أمام الكويت. فريق ليفربول حقق الفوز على حساب فريق بيرنلي بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة 19 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبالنتيجة دي بيتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مؤقتا برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد بيرنلي في المركز 19 وقبل الأخير في البريمير ليج ب 11 نقطة. فريق نيوكاسل يونايتد خسر أمام ضيفه فريق نوتنغهام فورست بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفريقين في افتتاح مباريات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز. رفع نوتنغهام فورست رصيده ل 17 نقطة في المركز 16، بينما توقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 29 نقطة في المركز 7 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. كده خلصت نشرتنا الرياضية، ونعود لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر مع منى ومحمد. اتفضلوا. شكرا لك يا هاله.